عاجل، هزة أرضية تضرب المغرب صباح اليوم 26/3/2024 عند الساعة 7:05 صباحا بالتوقيت المحلي للمغرب، وقعت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة وعلى عمق 0 كيلومتر. وقعت الهزة الأرضية على بعد 273 كيلومتر جنوب الدار البيضاء في المغرب، وعلى بعد 62 كيلومترا جنوب غرب مراكش المغرب. ولم تردنا أي تقارير عن وجود أي أضرار أو إصابات جراء هذه الهزة الأرضية. نتمنى لكم السلامة جميعا. في نهاية الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد وعاجل وهام. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.